تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، انطلقت بالرباط أشغال المنتدى الإفريقي الأول لإدارة السجون وإعادة الإدماج الذي ينظم تحت شعار نحو رؤية مشتركة لتعزيز التعاون جنوب جنوب لمواجهة تحديات وإكراهات تدبير المؤسسات السجنية. ويشارك في هذا المنتدى الذي ينظم بمبادرة من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج 36 بلدا إفريقيا بهدف وضع خارطة طريق مشتركة بين البلدان الإفريقية المشاركة وتحسين تدبير قطاع السجون على مستوى الحكامة الأمنية وبرامج إعادة الإدماج. الأهم فيه هو أولا تبادل التجارب، والمغرب عنده واحد تجربة مهمة جدا فيما يخص إدارة السجون وإعادة الإدماج، وخصوصا مع جميع التطورات اللي عرفها المغرب لتكييف هذه المنظومة مع مبادئ حقوق الإنسان، مع احترام السجين، وبالخصوص بعد إنشاء مؤسسة محمد السادس لإعادة الإدماج اللي كتهتم باش السجناء من بعد قضائهم فترة سجنهم يمكن يدمجوا في الحياة العملية أو في الحياة الاجتماعية وفي المجتمع. وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذا المنتدى بعرض شريط فيديو يوثق للزيارة التي خص بها صاحب الجلالة بعض البلدان الإفريقية والمؤسسات السجنية، فضلا عن مقاطع حول برامج إعادة التأهيل وبعض الفضاءات السجنية الحديثة. كما كانت هذه الجلسة فرصة أبرز من خلالها المتدخلون أهمية نسج شراكات بين الدول الإفريقية وزيادة عقلنة وهيكلة إدارة السجون بالقارة. صحيح أن الظروف تختلف من بلد إفريقي لآخر، إلا أن أغلبية البلدان تتشاطر نفس التحديات، وسيتيح هذا المنتدى الفرصة للعديد من الدول أن تشارك تجربتها وأن تستفيد من خبرات الدول الأخرى في هذا المجال. وتتوزع أشغال المنتدى الإفريقي الأول لإدارة السجون وإعادة الإدماج على 3 جلسات تتمحور حول مواضيع أي مقاربة تشاركية ناجعة في تهيئة السجناء للإدماج، وقراءة في تجارب التدبير الأمني بالمؤسسات السجنية، وتدبير السجناء المعتقلين على خلفية قضايا التطرف والإرهاب. كما سيتم على هامش هذا المنتدى تنظيم زيارات لمواقع مؤسساتية، ويتعلق الأمر بزيارة لمركز تكوين الأطر بتيفلت والسجن المحلي بتيفلت 2.